علينا أن نقوم بإقصاء وإزالة كافة التحديات والعقبات والعوائق أماننا. لدينا العديد من مواطنين القارة الذين يسافرون من دولة إلى أخرى. علينا توحيد العملة. لدينا العملات مثل الدولار واليورو. علينا أن نتضمن توحيد العملة في تجارتنا من أجل إيجاد الميزة التنافسية. لدينا العديد من الأفكار التي تقوم بتسهيل إجراءات القارة الأفريقية داخل ربوع القارة. أنا أتمنى من خلال توسيع تلك الاتفاقيات أن تكون من ضمن اهتمامات دول الكوميسا. لدينا العديد من مقدمين المصارف والبنوك أن يقوم بالدفع بالعملة المحلية بديلا من العملات الأجنبية من أجل تقليل حجم التحديات التي تواجه مقدمين الخدمات لدفع وتسريع عجلة التنمية. بدون عملية دفع، عمليات الدفع بين القارة، بين الدول القارة إلى بعضها البعض، من دولة إلى أخرى، نحتاج إلى إزاحة هذه العقبة من أجل تقليل التكاليف بالنسبة للسكر التي نستورده من مصر. كان أمرا حيويا للغاية، فكان علينا التفاوض من أجل إيجاد حل للدولار كقارة. كيف يمكننا أن نقصي تلك ونزيح تلك التحديات من أجل شعوبنا من خلال توحيد عمليات الدفع لجعلها أكثر سهولة وممكنة بالنسبة لشعوبنا لكي لا نقلق على العملة التي نتعامل بها.